أكيد أكيد هذا أحلى ورد إجالي بحياتي، يعني من إجالي ورد كتير حلو، ودائما بيجيلي ورد حلو، ودائما بتكتبولي كلام حلو. بس هاي الرسالة كتير كتير كمان تأثرت فيها. كل الناس عندها أم عزيمة واحدة، شكرا يعني، ولا عزيمة ولا شيء، أنجبت وربت وكبرت بني آدم، أما أنا فقد كان لي نصيب بأن حضيت في حياة أمي كاملة. مبالغة بس شكرا تقبرني. أمي كاملة أحبتها وتعلقت بها، فكيف أنا الذي نمت على يدها وشالني ظهرها وأنا صغير لسنوات كثيرة. حبي لك لم يكن له شكل واحد. أيوة بل كانت سألت حلوة. أنا بحبك حبيبي. مو كاتب اسمه لأنه بيعرف أني حبيبي، بعرف أنه هو حبيبي أخي، أخي روح قلبي أنوس. شكرا كتير 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 على الورد، بجنن. وفنجانين قهوة حنشرب فيهم هلأ لما تجي لي. أنت سندي الدائم، ما في شي بيفرقني عنك. بحبك كتير ومتأثرة كتير كتير، وما بدي شيل الفيديو لأني متأثرة. بحبكم أنتو حياتي، استثمار زرعت فيكم هيك بذرة صغيرة، طلعتوا أحلى ورد وأحلى زرعة، أحلى شيء بدنيتي. الله يحفظ لي ياكم. وكمان شكرا لكم كلكم، بعرف كتار منكم بدون يهدوني ورد، بس هيك المسافة مع الظروف حالة دون ذلك. كلكم شفتون واللي ما شفتون، اللي دعمتوني طول الوقت هيك ودلعتوني، رجعتوا لي ثقتي ورجعتوني قوية. كلكم مثل أنس، تعرفكم كتار منكم، تعرف من أول مرة حتى بشوفكم فيها أنا قديش حجمي بقلبكم. عن جد أنا كتير كتير بتشكركم بهذا اليوم الفالنتاين، وأنتوا حبيتوني وأنا حبيتكم كلكم، وأهلي كانوا كتار ورفقاتي كانوا كتار وحبايبي كتار. وكمان اليوم كله هيك حزازير ما بعرف من مين، لأنه ما فكرت. وفي رسالة عن جد رائعة ومؤثرة وحاطين لي والهدية قلب. ولا شكرا كتير كتير، شكرا 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 شكرا. وهالرسالة كتير مش معقولة شو حلوة. وطبعا هالحكي حدا شكرا شكرا.